أعرب رئيس السيسي عن شكره لأبطال مسلسلي الاختيار والعائدون قائلا إن ما قدموه هو عمل كبير لصالح أبطال وشهداء ضحوا من أجل مصر. وفي مداخلة خلال مشاركته أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر المبارك، قال الرئيس السيسي إن ما تناوله مسلسل الاختيار حقيقة، وأن كل كلمة قيلت خلاله كانت واقعا ليتم نقل الحقيقة كاملة للأجيال القادمة. أنا عايز أقول لكم على حاجة تاني ليكم ولكل الناس اللي بتسمعني. إحنا قلنا إن التاريخ ما نسيبوش لحد. والله 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 إحنا كنا حريصين على إن إحنا لا يسقط ولا يحصل تصادم، واللي أنتوا عملتوه وسجلتوه وطلعتوه للناس والله دي الحقيقة الحقيقة. أنا بقوله هنا لكل ولاد وبنات مصر وأسر الشهداء والمصابين، اوعوا تفتكروا إن ولادكم أبهاتكم أزواجكم سقطوا في معركة طغيان. لا، احنا ما طغيناش، احنا لم نعتدي، احنا حاولنا، وكل كلمة اتقالت دي كانت عبارة عن واقع نقلتوه.